هو ده. اهلا بيكم مره ثانيه ومعانا جنيه الذهب واللي فازت بيه من المحله الكبرى فاتن. ازيك يا فاتن؟ عامله ايه؟ ازيك يا استاذ طارق؟ كل سنه وانت طيبه. وانت حضرتك طيب؟ مخضوضه كده ليه يا فاتن؟ ده انت هتكسبي اهو، اول مره تكسبي في حياتك. في اي حاجه اول مره. طب انت اللي جاوبتي كان السؤال ايه؟ كان السؤال طول نهر النيل. اللي هو كام بقى؟ 6650. لا مش 650، ده احنا هنسحب الجنيه ده الذهب. لا 6650. دي حافظه خايفه ولا ايه؟ طب عرفتي اجابه السؤال بتاع تاسيس جامعه القاهره امتى؟ ما قلتليش الاجابه بس. ها طب خلاص. 1900 وكام؟ 8 ولا 6 ولا 7؟ ابعتوا لنا على طارق علام تي في، بنكمل معاكم مفاجاتنا، وان شاء الله في السؤال ده هيبقى في اخر حلقه في شهر 6 اللي هيفوز يكسب معانا جنيه ذهب. فاتن بتشتغل ولا قاعده في البيت؟ لا في البيت. اخبار المحله الكبرى ايه؟ انا كنت زمان اروح رحلات المحله دي، النادي والمصانع، الحركه لسه زي ما هي موجوده ولا في شغل؟ لا هي هدت شويه. المصانع وقفت شويه وكده. هدت شويه. انا سمعت كان في مشاكل واعتقد انها دخلت في التطوير، في تطوير كبير. ايوه يعني. دلوقتي ليك حد قريب يعني؟ في حد مثلا تعرفيه شغال في المصانع؟ لا. ابوك يا عم جدك حد كده؟ لا لا. في مجالات تانية. جوزك بيشتغل ايه؟ سواق تاكسي؟ سواق تاكسي. في المحله ولا في طنطا؟ لا في المحل. المحله بقت كويسه دلوقتي وتمام؟ بدات اللي هي تتظبط شويه بشويه. احنا عاوزينها في احسن حال على فكره. دي من المدن، هي ومحافظه دمياط كمان راس البر معاهم، واكتر من مدينه في مصر هي رمز للعرق للكفاح للنجاح. كان في منظر عالمي تشوف اللي خارجين من المصنع بالعجل، تلاقي بقى 20,000 30,000 معرفش الرقم كام، بتبقى فخر الصناعه وكمان اسلوب حياه لبلد كلها بتشتغل. اتمنى انها تعود، واعتقد انه في تطوير ودعم كبير لمصانع غزل المحله، وكمان نفسي النادي بتاع غزل المحله، شفت صور قريبه كده شكله كان صعب، اتمنى انه يتم تطويره. فاتن جنبنا، فاتن من المحله، بقول لك مبروك الجنيه الذهب. شكرا يا استاذ. الف الف مبروك. الله يبارك. هتهديه لمين بقى؟ اتفضلي. هيبقى انا وجوزي ان شاء الله. انت وجوزك؟ اه. هو على فكره جوزها بره، هو جايبها موصلها هنا، ف خايفه منه ولا حاجه؟ لا. اعمليها سلسله ولا حاجه. مش عندك ولاد؟ ايوه معايا يوسف وعبد الله. ام يوسف وام عبد الله كسبت معانا، اكسبوا انتوا برضو، ابعتوا لنا على طارق علام تي في او هو ده قناه المحور عشان تكسبوا لما تعرفوا السؤال، متى تاسست جامعه القاهره؟ ابعتوا. وهو ده عاوزين مزيكة الذهب ولا حاجه؟ امسك الذهب اهو. ها قولي لاهلك انا كسبت ذهب. اتكلمي، انا مش هتكلم. انا كسبت جنيه ذهب انا وجوزي. انت لوحدك بس؟ انت لوحدك؟ لا انا وجوزي. مبروك يا ام عبد الله. الله يبارك فيك يا استاذ طارق. شكرا. قولي كلمه لاهل المحله. قولي كلمه لاهل المحله. شكرا لاهل المحله كلها، وربنا يجعلها احسن مدينه في مصر كلها. في العالم كله ان شاء الله. في العالم كله ان شاء الله. شايف الناس بتخاف ليه لما تيجي؟ يعني هي كسبت جايزه. هي رغبه بس يا استاذ طارق. لا ان شاء الله. انت ممكن تشتغلي، خلي بالك، في وانت على النت كده مع جوزك، تعملوا مثلا حاجات اعمال يدويه في البيت يعني. ان شاء الله. انا بحب اهل المحله، بحب اهل دمياط، بحب كل مصر الناس لما تشتغل. تحياتي لبلدي الغاليه مصر. بعد الفاصل هنكمل معاكم فقراتنا في فقره الغارمين، وعندنا مشكله لطبيب مصري موجود في المملكه العربيه السعوديه، ادعو الله من خلال كاميرا هو ده اللي احنا نحل هذه المشكله. بنبارك لفاتن وفاصل نكمل معاكم هو ده، استنونا. We'll be right back.